أهلا بيكم مع الشيف شربيني. وصفتنا النهاردة فتت سجق بالحمص. المقادير: حمص مسلوق، طحينة، زبادي، عصير ليمون، سجق، زيت، رز، مية، بصل، ثوم، شطة، كمون ناعم، ملح وفلفل، خبز مقطع شامي. هنبتدي مع بعض دلوقتي طريقة التحضير. حطي شوية زيت في حلة وحطي عليه الرز والملح وقلبيهم، وبعدين حطي عليهم المية وسيبيهم، وأول لما تقل المية قللي الحرارة شوية وسيبيه لحد ما يستوي. بعد كده شوحي بصل على النار في شوية زيت، وبعدين حطي عليها قطع سجق. حطي دلوقتي الطحينة في طبق وحطي عليها المية بالتدريج وعصير الليمون وقلبيهم، وبعدين حطي عليهم الزبادي والكمون والشطة والملح والفلفل واخلطيهم كويس. ولما تيجي تقدميها حطي الرز في طبق التقديم وحطي عليه العيش، وبعدين حطي خليط الطحينة والحمص وحطي فوقهم السجق، وارجعي حطي طبق تاني من الطحينة، وبعد كده قدميه بألف هنا. ويا رب أكلتنا تعجبكم وبالهنا والشفا، وتابعونا دايما مع وصفات الشيف شربيني.